قديش قلبي معدل قديش مازالي خاوسي واللي عملته كيفين يا عباد الله مكتوب مكتوب في جبين راسي في جبين راسي وكيها قلبي حتى المرة يخفيني وعمري ما ظنيت الزينة راه لقيتها وداي بهاي الضوء وخلوني الهوية خلوني الهوية وعلاش قلبي عدل وعلاش مازال قاسي واللي عملته يدي يا عباد الله مكتوب 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 في جبيني انا في جبين راسي وسين من عند مالي وقلبي مالك هضاي وعمري ما ظنيت الزينة تروح لحقيتها وذهب هذا الضوء خلوني هما وخلوني هويا قلبي وقلبك وجروح اتنين مدى قاسينا صعبتي وقلتي لي روح ما وش منك يا زينة باب الصبر ما زال مفتوح على ولاد الجزائر الله الله على ولاد الجزائر اولا لا 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 ايموفون 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 كو سي بو كو سي بو كو فو دو فوار لي انفون دو لالجيري ان لان ايلي مسلمان اي لوتر جويف شانتي انسامبل سانز اوكون ان سان يا كو دو لامور يا كو دو لامور يا كو دو لامور فريمون 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 جي لا شير دو بول Merci, merci beaucoup, chef mamie, et merci Enrico Macias, merci beaucoup pour cette chanson, très très belle chanson d'amitié, d'amour, de fraternité et tout. هذا هو الحب يا جزائريين. هذا لازم تعلموا باللي نحبوا الآخر. ما لازمناش نكرهوا الآخر باسكو راهو يهودي ولا راهو ما على باليش به قبطي ولا ما على باليش واش يكون واش يكون. لاترومان سي سا. علاش نكرهوا انا اليهودي؟ بوكوا بوكوا؟ وعلاه هو يكرهني؟ واش درت له؟ واش درنا لبعضنا؟ حتى ولو ما تهمناش في كانش حاجه اوني با لا باش نكرهو بعضنا. سي سا لازم الانسان يتقبل خوه. اي سيدي بون عندي انا جي عندي ان ديفو كيفاه عندي ان ديفو طيشوني
بون جي ديفو قالوا لي هو عندك ديفو باكزومبل هاهو مي ما عنديش غير لي ديفو عندي اوسي دي كاليتي حتى الناس هذو اليوم حبيت في هذا كيف اسمه في هذا لا فيديو الثانيه نتكلم جوستومون على المشكل هذا بين الجزائر وبين اسرائيل هو نورمالمون ما كانش مشكل جي فولو aujourd'hui encore ouvrir ce problème qui disent que l'Algérie et Israël ils ont des problèmes ils ont... moi je trouve que les Algériens ou les Israéliens n'ont pas de problème pourquoi voulez-vous que les Algériens aient des problèmes avec Israël pourquoi pourquoi l'Algérie a aurait des problèmes avec Israël je comprends pas hein elle me fait الناس علاش حابين يديروا مشكل بيننا وبين اسرائيل مانيش فاهم انا القصد نتاعهم حنا على بالنا باللي الجزائريين ما عندنا حتى مشكل معهم حتى نهار كي اليهود حوزوهم من اوروب وحوزوهم من اسبانيا وحسبوهم منا جاوا الجزائر وستروتنو في الجزائر داير اوريكو ماسياس راه هو اصله يهودي زاد في قسنطينه في قلب قسنطينه واليوم الناس كل قسنطينية كاملين واليوم الجزائريين كاملين منهم انا ماذا بيا نكون اوريكو ماسياس يرجع لبلاده ويرجع يقعد في بلاده ومش يرجع يقعد يعني يرجع بيزيت ولا حتى لو كان يحب يقعد مرحبا به مرحبا به هو ولد الجزائر وعلاه نقول له لا ما عنديش ما عندكش حق تجي علاه ما عندوش حق يجي بوركوا علاش انا نقدر نروح لواحد نقول له انت راك ما عندكش حق تدخل الجزائر دو كيل دغوا عندك كاينه حاجه عندك كاينه حاجه اسمحوا لي إذا بيكزومبل غدوة راح نشري الجزائر أنايا ها نروح نشريها ويعطيوني النقد نوطاليي باللي الجزائر نتاعي هذاك الوقت ندخل اللي نحب ونخرج اللي نحب مي مادام ما عنديش النقد دو بروبريتي باللي الجزائر نتاعي ما نقدرش نمنع حتى واحد ما نقدرش نمنع حتى واحد اللي يحب يرجع لبلاده ويحب يجي مرحبا به الناس اللي راي تقول ما نحبوش هذا وما نحبوش الآخر وما نحبوش الآخر الناس هذو راهم غالطين نقول لهم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم هاد الدنيا هذه ما تفيد حتى الواحد ما تفيد حتى الواحد الاف نتاع الناس اللي راحوا منهم ماك كانوا معنا واليوم ما همش معنا دونك علاش ما نديروش الخير دير الخير كما قال واحد ونساه ما كي دير الشر لازم تفكروا الناس لازم تكون على بالها باللي راه ما كانش ديفيرونس بين يهودي ولا مسلم ولا رانا كل لي زات هيومان Il n'y a pas de différence entre un musulman, un juif, un catholique, quelqu'un qui ne croit pas, un athée. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, comme je vous le disais, ça ne regarde que moi. Je parle en tant que journaliste. Je dis que nous n'avons aucun problème avec les Israéliens et nous n'avons aucun problème avec les Juifs. Bien au contraire, nous avons des Algériens juifs. Moi, je trouve qu'il est temps qu'ils rentrent chez eux, qu'ils rentrent en Algérie, qu'ils viennent revisiter leur pays. Pourquoi, dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi les Juifs partent au Maroc, ils partent en Tunisie, ils partent aux Émirats arabes, ils partent au Koweït, ils partent en Arabie saoudite, ils partent un peu dans le monde entier. Les Juifs et les Israéliens partent dans le monde. Sauf l'Algérie. Mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. Moi, je ne vois pas le pourquoi, je ne vois pas. Il y a certains, qui me disent, qui me répondent, oui, monsieur, nous, on n'a aucun problème, mais il faut qu'ils trouvent une solution avec nos frères palestiniens. Mais là, je vous dis, écoutez, là, je vous dis stop. Stop. Pourquoi? Parce que, est-ce que nous, on est plus arabe que les arabes. Je regrette. Je regrette, messieurs. Pourquoi les Égyptiens ne disent pas comme ça? Hein? Pourquoi les Jordaniens ne disent pas comme ça? Pourquoi les autres pays arabes, hein, ou les musulmans qui sont de l'autre côté, pourquoi ils ne disent pas comme ça? Nous aussi, on n'a pas à recevoir des juifs ou tout ça, parce qu'ils ont des problèmes avec les Palestiniens. Et qui c'est qui est le plus proche des Palestiniens? Est-ce que ce sont les Algériens ou les Arabes? Alors, écoutez, on ne peut pas être arabe plus que les Arabes. Et encore, on ne pourrait pas être des musulmans
plus que les autres musulmans. D'ailleurs, le dernier qui peut parler de l'islam, c'est nous, les Algériens. Nous, nos ancêtres n'ont jamais été des musulmans, il faut le dire. C'est la vérité. La reine Dihia n'a jamais été musulmane. Le Massinissa, Jugurta, tous nos ancêtres n'ont jamais été musulmans. Ils le sont redevenus, hein, redevenus non, parce qu'ils sont devenus musulmans, hein, lors de la conquête des Arabes sur le Maghreb. C'est tout. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, les gens sont libres de rester musulmans ou d'embrasser une quelconque religion. C'est leur problème. C'est un problème privé. L'État n'a pas à rentrer dedans. Lorsque vous voyez qu'Enrico Macias a été invité, hein, je dis bien, il a été invité par M. Bouteflika de venir visiter l'Algérie, de revenir en Algérie parce que c'est son pays. Il est né à Constantine. Et il a fait ses valises, il était sur le point de revenir en Algérie pour visiter l'Algérie. Et soudainement, M. Bouteflika, c'était lui qui l'a fait, ou la présidente de la République, a envoyé à M. Enrico Macias de lui dire d'abroger cette visite-là, ce n'est pas le moment. Hein, ça c'est quand M. Bouteflika n'était pas encore malade. Il a, annulé ce voyage. Alors, d'après des informations, il disait que M. Belkhadem, hein, l'ex-président de l'APN, et l'ex-premier ministre, ou je ne sais pas quoi, et lui et quelques islamistes qui sont allés dire à M. Bouteflika que la visite de M. Enrico Macias pourrait entraîner des troubles. Non, pas du tout. Normalement, si j'étais président de la République ou si j'étais dans le... Non, monsieur, il viendra visiter l'Algérie et personne ne peut l'empêcher de le faire. Personne ne peut l'empêcher. Allez, alors, on est un État ou pas? Alors demain, si on aura la visite d'un autre président, pour venir en Algérie, alors il y a des islamistes qui disent non, il vient pas. Non, mais vous n'avez pas le droit de le faire, monsieur. L'État algérien a le droit de recevoir n'importe quelle personne ou n'importe quel chef d'État ou n'importe quel artiste qui veut venir en Algérie. Vous n'avez pas le droit de lui dire non. Smahou li anas, ana chi ma fhamtouch, huwa ar-ra'is Bouteflika اللي عرض هذا كيف اسمه أوريكو ماسياس في موناكو تلقاه في موناكو حضنه سلم عليه وقال له ارجع روح لسيدي تو علاه ما جيناش روح لنا سيدي قالوا وي دوك نجي نهار باش يجي دار لي فاليز نتاعو وراحوا للدار نتاعو اللي في قسنطينه صبغوها وعدلوها باش كيجي يلقاها معدوله ومن هنايا سيبيتمون سي كالك كومونيكي تاع لا بريزيدونس يقول باللي تاجلت الزياره نتاع أوريكو ماسياس اليوم دوكا عندها مع بالي دوكا وقيلا 6 سنين ولا 10 ولا جو سي با كومون علاش؟ قال لك خاطرش سي عبد العزيز بالخدم هذا عبد العزيز بالخدم وقيلا ماهوش حتى جزائري سمحوا لي قلت لكم كيما هكا انا نقول لكم علاش باسكو انا اللي ماهوش امازيغي اني با دوريجين الجيريان باش نتفاهموا مليح اللي ماهوش امازيغي راهو يسمى عنده لا ناسيوناليتي الجيريان فوالا سمحوا لي نقولها اون توت كلارتي انا اليوم نروح للسعوديه ها يعطيني الجنسيه السعوديه انا ما نجمش نقول بلي انا سعودي دوريجين باش نتفاهموا مليح ما غير يعطيني الجنسيه انا نقول بلي انا امازيغي عندي لا ناسيوناليتي الجيريان دونك هذا بالخادم وجماعته انا مانيش فاهم انايا دو كيل دغوا يروحوا يكذبوا على سي عبد العزيز بوتفليقه باش يقولوا له اخويا لو كان يجي احنا راه ماناش ضامنين وراح يكون فيها مشاكل علاه يكون فيها مشاكل يا سي محمد علاه كاش رايح لدار واحد هذا السيد هذا ولا لا هذا عبد العزيز بن خادم ولا جماعته هذو لا علاه عندهم لاك دو بروبريتي تاعهم هما الجزائر ولا انا لو كان نقول لهم انا ما يجيش انا اسكو عندي انا لاك دو بروبريتي تاع الجزائر انا يجي اللي يحب يجي انا روح هذه الدوله عندها قيمه وعند كذا الدوله تشوف بلي ماهيش محتاجه كاش انسان باسكو عندها معاه مشكل ولا حاجه هذه الدوله تقولها مي دو مومون كو الدوله ما عندهاش مشاكل ولي زالجيريان راكم كنتو تشوفوا الشاب مامي كيفاش يغني معاه ما عنده حتى مشكل معنا هذا أوريكو ماسياس ديجا ولد الجزائر وما عندناش حق نمنعو حنا جزائري باش يجي لبلادو علاش يعني انا نكونو في حوله الفحل اللي نجم يتكلم سورتو من الناس اللي ريسبونسابل يقولوا حنا ما نحبوش هذا باسكو راهو يهودي وما تنجموش تقولوها خاطرش علاش باسكو على بالكم باللي
سيدنا كيف اسمه سيدنا موسى يهودي، على بالكم بلي سيدنا ابراهام يهودي، على بالكم بلي القران يتكلم على بني اسرائيل ويتكلم على اليهود، يتكلم. ما تنجموش تدخلوها لنا في شعبان في رمضان، ما تنجموش. مي يعني بلي انا اوريكم سياس، لو كان مدام وحي ومدام الراجل يحب يرجع لبلاده هذه تكون عيب وعار، تبقى في جبين الجزائريين عيب وعار باللي ما خلاوش راجل يحوي يرجع لبلاده. وهذه كما قال واحد عمرها ما صارت في حتى في كل بلاصه. انا مانيش فاهم اليوم كيفاش التوانسه بحذانا اللي هو طالعين هابطين عليهم يجيو يروحوا ويجيو ويتعاملوا معاهم، في مروك كيف كيف، في دبي كيف كيف، في بارتو يروحوا، الا احنا اللي نلعبوها زعما احنا رجله ما نحبوش باسكو اسرائيل فلسطين. يا خويا احنا واش دخلنا احنا في فلسطين حنايا؟ لا احنا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين، تحبون نجبد لكم اللي يحب يقول لي نعطي له نعطي له. ها كيف اسمه محمود عباس يقول باللي اللي ما يستعرفش واش يقولوا باسرائيل ولا باليهود احنا بعد ما نستعرفوش به. علاش هاوي رئيس يقول لهم كيما هكا؟ هذا رئيس فلسطيني، هاو يتلقى مع شمعون بيريز يسلم عليه ويحضنه. وعلى احنا نحبوا نكونوا احنا اكثر فلسطينيينكم من الفلسطينيين؟ بوركوا يعني علاش؟ بوركوا؟ اي بورتو عندنا مش غير اوريكوم سياس، عندنا الاف نتاع الجزائريين يهود. ونقول لكم باللي الناس هذو دي ملياردير في العالم، دي ملياردير. انا نعرف واحد زايد في عنابه سي تان جويف، راهو في واش يقولوا في فرنسا، لاندي ملياردير تاع تاع فرنسا، وعندو كيف اسمه عندو الى انفيستي بارتو دو الموند، الى انفيستي حتى في بلاد الافريقيه عندك واش يقولوا في افريك دو نوار. وعلاه ما يجيش انفيستي عندنا حنايا؟ علاه حنا نحبوا الدراهم حتى حنايا ماذا بينا يجي حتى هو نورمالمون كانوا يعرضوه. وقال خويا ارواح ارواح سيدي كيما قال واحد، مادام درت كارفور في السنغال ودرت معنا باليش انا ولا جهه في لاكور ديفوار ودرت منها، وعلاش ما تجيش لبلادك تحل اخويا حتى انت في بلادك ويخدموا باش نخدموا الناس وندخلوا الدراهم ونروحوا روح. لو كان جاوا هذو الناس التوانسه هذو راهم جابوه الخطره التوانسه عندهم فرد واحد شويه لاباس به، حطوه وزير كيف اسمه وزير منيستر دو توريزم، ما حطوهش كاك منيستر دو توريزم حطوه بالعاني باش يجيبوا لي توريست، على بالهم بلي السيد توريجين جويف باش يجيب لهم لي توريست وباش يجيب لهم الدراهم. وحنايا لا ما نستعرفوش، لا ما نستعرفوش حنا، شكون حنا؟ واش هو حنا؟ واش هو حنايا؟ لازمنا نبدلوا العقليه نتاعنا، لازمنا العقليه تتبدل، لازم الغاشي نتاعنا في الجزائر يفهم باللي راهو كيقول كيدير كيما هكا راه ماهوش في صالحنا حنايا، ماهوش في صالحنا. كيف حنايا نبقاو ديما حاكمين لان هذه الحقد حاكمين للناس؟ علاش نحكم الحقد للناس؟ خلي بابا السيد هذا ولا هاهم دي تيروريست ذبحوا الناس وسمحتوا لهم، هاهم ذبحوا الناس وقتلوا الناس وذبحوا الناس وسمحتوا لهم، علاش هذاك ما قتل الناس هذا؟ يو كونترير قتلوا واش يقولوا اخي شدوا في وقت الثوره، مي هو ما قتل واحد ما ضرب واحد مسكين كان صغير يقري ولا بعد راح يقري على روحه. نهار كي استقل في الجزائر كيما قال واحد مشى لفرنسا قعد في فرنسا وكيحب يرجع لبلاده، علاه ما يرجعش؟ علاه ما يرجعش؟ بوركوا؟ يعني والله العظيم يعني انا نقعد ساعات نخمم ونقول احنا لي زارجيريان نحبوا نكونوا احنا خير من العرب، نحبوا نكونوا عرب خير من العرب، وحنا ماناش عرب باش تشوفوا يعني. اون فو اتر بلوس عرب كو لي عرب، الوغ كو ني با عرب. اون فو اتر بلو مسلمون كو لي مسلمون، الوغ كو نورمالمون نوز انسيتر نو جامي ايتي دي مسلمون. اون فودري اتر بلو باليستينيان كو لي باليستينيان، باسكو لي باليستينيان اون دي ريلاسيون avec le gouvernement israélien. Donc, il faudrait arrêter un peu. Il faudrait... On va aller à la maison de la race. Et pourtant, comme tu vois, Henri Comasias, il n'y a pas de problème avec un seul. Tu vois, il s'agit d'un ami, avec ma mère, il s'agit d'un ami, avec son nom, 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 avec beaucoup de chanteurs algériens. Et pourquoi nous l'avons fait? Pourquoi? Et c'est le sens qui nous l'avons fait. حتى احنا خوتنا الفلسطينيين قال لي خويا حنايا القضيه نتاعكم ماهوش من اليوم راح نقول لكم حنا رانا نساندوكم، نساندوكم باش ديروا الدوله نتاعكم مستقله بحث هذو اسرائيل حتى هما يديروا الدوله نتاعهم وتعيشوا مع بعضكم. هذه هي واش نجم نقولوا احنا
احنا ما نجموش نقولوا نضلوا نكذبوا على الفلسطينيين ونقولوا رانا معاكم رانا معاكم، باش رانا معاهم باش باش رانا انا كنكون فلسطيني كي تقولوا لنا كيما هاك نقول لكم هيا كيفاش راكم معنا، نعطوا لنا كيفاش راكم معنا، فاش فاش راكم معنا في لابلاك نعطوا لي كاينش دولة عربية تقدر غدوة تيري كرطوشة واحدة على اسرائيل، شش نعطوا لي ترش هيا روحوا ترش هيا احنا كي احنا معاهم هيا روحوا نساندوهم ماشي هيا روحوا نساندوهم ندخلوا على اسرائيل ترش هيا شش هيو ما نقدروش هاو على بالهم بلي ما كانش دولة في العالم تقدر تقيس اسرائيل باسكو لي راهي سيون بويسونس هي بعدا سيون بويسونس هذه الاولى وثانية اللي قاس اسرائيل راهو قاس ليستازيوني داميريك اللي قاس ليستازيوني داميريك راهو قاس لوروب راهو قاس لوكسيدون كامل على بالكم بلي ما واحد ما يقدر بيرسون بيرسون ني بو توشي بيرسون شوفوا برك هذو جماعة كيما يقول لهم نصر الله نصر الله ساعة ساعة ويبعثوا لهم صاروخ نتاع مطوات هذا كيبعثوه على منا ويروحوا يدربوا روحوا قولوا نصر الله يخرج برك يدير خطاب واحد قولوا له شش يخرج يدير خطاب واحد قدام الناس شش يخرج هاو حتى الخطاب كيديروا يديروا ما عباليش تحت الارض ويديروا مسجل ومنا وكيما قال واحد هو ربي يستر وربي يستر سينو نقتلوه وكي يضربوا اسرائيل يديروا عليهم كرطوشه ولا زوج ويوليو يجريو ويضربوا في وسط الشعب كما قال لهم اسرائيل قال حنا ما نجموش نقتلوا الشعب حنا سي فري لو كان جاو في كانش كازرنا من الكازرنا تاع هو راه منسفوهم صافي لونطو راه منسفو مي كي يدخل في الشعب في وسط الشعب اللي حنا واش نروحوا نقتلوا الشعب حنايا وعلى هذاك هما حاضرينهم مي واحد وي ما كانش دوله اللي تقدر توقف في وسط في 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 قدام الناس هذو باسكو سي اون بويسونس علاش حنايا نعتو فيهم حنا ديما ديما قال هاو احنا يا ما نحبوش اسرائيل احنا نكرهو اسرائيل احنا نكرهو فرنسا احنا نكرهو الامريكان احنا نكرهو المراركة احنا نكرهو منع يا سيدي نكرهو حتى بعضنا بعد نكرهو حتى بعضنا نكرهو بعضنا وكيفاش حنايا هكا مش كاكم وعلاش ما نروحوش نخدمو خير علاش ما نخليوش الناس بلادنا كيما قال واحد الناس كي ساعات كيشوفوا البلاد نتاعنا في غير في التلفزيون ويشوفوها في منا يهضروا عليها يقولوا لنا والله غير عندكم تري بو بي هي عندنا تري بو بي صح عندنا بي خير من افريك كامل عندنا بي لي نورمالمون يكون كيما قال واحد رانا جينا في الميديراني رانا كي 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 لوروب ويجيو الناس كيما قال واحد يجيو الناس يزورونا ويجيو الناس يديروا التوريزم علاش تونس الاف نتاع لي توريست عايشين الا بالتوريزم علاش بوكوا علاه مصر كيف كيف عايشين الا بالتوريزم علاش بوكوا علاه نخوة خاوتنا المراركه عايشين غير بالتوريزم الاف تاع لي توريست حتى الغوفرنمون الفرنسي كاملين شارين دي فيلا في مروك يروحوا كاملين يعقبوا لي فاكونس تاعهم في مروك وحنا علاش حنا علاش يعني علاه بوكوا بوكوا هكا انا اللي كنت جيت نهضر مع واحد كي اللي مدارسو نقول له كلمات اللي فريمون قد السقف مي قدام الناس تسمع فيا ما نقدرش نقول حنا فينا الا التلغبيب فينا الا التلغبيب يهودي مش يهودي ومن بعد ومن بعد ومن بعد يهودي ومن بعد يهودي وش هو ماهوش ما خلقوش ربي يهودي ماهوش سيدنا ابراهيم يهودي ماهيش سيدنا مريم يهوديه ماهوش سيدنا موسى عليه السلام ماهوش يهودي سيدنا اسماعيل علاه ماهوش يهودي فاش حنا خير من اليهود يعني فاش فاش يعني قولوا لي ترى فاش حنا خير من اليهود نعطوا لي حاجه حنا خير فيها من اليهود نعطوا لي حاجه مي الناس يفضغي الناس شويه تعرف تعقل وتكون شويه عاقله وتكون شويه ما شفتوا نتاعنا حنايا الغوفرنمون تاعنا هنا ما تربحوش الشر مع الناس يا ولدي ما تشربوا ما تربحوش الشر خاطر غدوه قادرين يقيسونا قادرين باي يشريوها لنا على اي حاجه برك كيما داروا لنا خطره راح يضربونا على جات واحد لوزين نتاعنا قال لك حكا احنا ندير راح نديروا النيكولير هو ما فيه لا نيكولير لا والو حبوا يشريوها لنا على غير شيء كذاك ولا رب العالمين ما عرف كيفاش ولا حبسوا هم قادرين يشريوها لنا كيما قال واحد وماش يضربونا يجيو كيما يحسبوا بلي راح يبعثونا الناس وناس يقول احنا نروحوا نجاهدوا اي واش جاهد انت تجاهد الريح ولا تجاهد الريح ولا انت واش بيك تحس فيها مازالت لافلاش ومازالت كيما اسمه السيف ومازالت ما نعرف واخيلا ما شربتوش الدوان تاعكم ولا يا وعندهم دروك الكمبيوتر محمد يا وعندهم الكمبيوتر هما يضم على الكمبيوتر تشوطي نتاع تشوطي نتاع بيك وبغشيك يا ما عادش خلاص يبعثوا لك الناس يموتوا خلاص هما عندهم يعشقوا الحياه هما ما عادش يخليوا الناس تموت خلاص تشوف الناس الطيارات يبومبارديو فيكم ما تشوفهمش خلاص وراهم لا كي بومبارديو العراق كانش طياره طلعت من من من, من, من عندهم كانش طياره واحده طلعت يخفز دوم كل في الارض
دونك كيفو تفهموا شويه يا ناس بلي حنا رانا حنا ما لحقناش على الحليب، ما لحقناش حنايا باش نوجدوا الحليب، نمدوا الحليب للشعب نتاعنا، ما قدرناش نمدوا الزيت. اليوم حنا نتقاتلوا على الزيت، دونك على هذا كل على واش بوكوا على جات تصفت البترول، كي تحبس البترول ما يكون الحال يكون نقص المبيعات. نشوفوا ورانا وغدوه فضت البترول كيفاه نديروا كسا على كلوا بعضنا، علاه ما نخدموش كيما الناس حنايا ندخلوا لي توريست كيما قالوا عندنا صحراء ما شاء الله يجيبوا لي توريست فيها، عندنا كيما قال واحد لي تورال لي ميور بلاج عندنا، ها بقالنا فرد حاجه برك كون نعدلوا لي مونتاليتي نتاعنا، كون نعدلوا لي مونتاليتي نتاعنا ونحيوا علينا العنف. العنف ما يجيب والو، نحيوا علينا لاين. لاين ما يجيب والو يا ناس، لاين ما يجيب والو يا خويا. انا تقابلت مع واحد عفى الله عن سلف في لمان في لمان، ما نحكملوش انايا الغله، انايا تقابلت ولا تعيطنا ولا درنا كل واحد في حاله خويا، ما نحبوش انا العدو نتاعي، ما نحبوش الشر. العدو نتاعي، العدو نتاعي اللي هو يتمنى لي الشر، انا ما نتمنالوش الشر. فو فيغ كوم سا باسكو هذا هو لاتر هومان. لاتر هومان حتى لو كان يسبك واحد قال يا ودي ربي يهديك، ربي يهديك يا ودي. خاطرش لو كان انا واحد كيسب واحد انا على بالي بلي الانسان هذا مريض ولازم يداوي، خاطرش على ما عندوش حاجه يرد بها غير السبان، ما عندوش حاجه يرد بها الا العنف. واحد يضرب واحد ست مرات، انا ما نضربش حتى واحد، ندافع على روحي داكوغ، مي ما نضربش، نضرب ما نضربش باش نخلي الناس تضربني، ما نخليش. هذه سهله، واحد ما يخلي واحد يضرب واحد، مي باش انا اللي نعتدي على الناس جامي. ان شاء الله يقول لي واش يقول لي، ما نعتديش حتى على واحد، لا نتعدى على جاري، لا على واحد من ما نعرفوش، لا حتى يكون هو بعد يسبني بعد ما نعتديش عليه. نقول له خويا ربي يهديك، خاطر تكون جا شويه عنده في المخ ما يسبش، باسكو على بالو بلي حتى انا قادر نسبو، حتى انا قادر نقول له حوايج اخرين، مي التربيه نتاعي تقول لي تحبسني، تقول لي ما تعندوش، خليه هو قال كلمه سينو نرجع كيما هو. اذا هو موش مربي ولا هو عنده ما باليش مريض، اذا راح نزيد هو يسبني وانا نسب، اي رانا كيف كيف. ولهذا لازم الجزائريين يفهموا حاجه، لازمهم يفهموا باللي راهو دوكا راهو 2021، وراهو الشعب دوكا واش يطالب، راهو يطالب غير بالمعيشه باش يعيش، باش الناس نتاعنا ما يضروش يموتوا في البحر باش يروحوا يعيشوا في اوروب. حنا نقدروا نديروا اوروب اون الجيري، نقدروا نديروا اوروب اون الجيري لو كان يخليونا الناس صدير. حنا ما نحبوش نحكموا، انا سيتو انا ما نحكم لا والو، مي بروبوزيو لكم برك نعطيكم كيفاش باش نجمو نديروا حتى حنايا تولي الجزائر كي لي بي اوروبيان، باش ولادنا يبقاو لهنا عندنا يعيشوا عندنا، ما يضروش يموتوا في البحر باش يروحوا يلحقوا لفرنسا. راهم يكذبوا عليكم انكم ما يروحوا لاوروب، راهم كل يدوروا لفرنسا 80%، قليل اللي يقعد في الطليان ولا يروح لسويس ولا قليل، كاملين ولا لبلجيك قليل، كاملين 80% كل يدوروا يروحوا لفرنسا. ولهذا لازمنا نبدلوا حنايا الذهنيات نتاعنا، هذا ولاد الجزائر، وعندنا ولاد الجزائر بزاف بزاف، عندهم كما قال واحد عندهم السوارد وعندهم اذكياء وفي الاوروب وراهم في الامريكان وراهم في لونو وراهم ولاد الجزائر، زادوا في الجزائر. نس نعطيكم حاجه، لو رابان لو برومي رابان في باري اللي حكم الجاليه اليهوديه كامله جزائري. وعلاش ممنوع باش يجي البلاد بوركوا؟ عندنا برك سانت اوغستان الطريح نتاعو، سانت اوغستان اللي بزاف في سوق هراس، لو كان نخليو غدوه لي كاثوليك يضلوا يجيو يزوروا الضريح نتاع هذا، ندخلوا الملاير والله، ندخلوا الملاير. وعلاه ما نخليهمش يجيو بوركوا؟ علاه ما نعدلهمش وقال اخويا اللي يحب يجي مرحبا به بوركوا؟ يجيو كيما قال واحد يقولوا يجيو يحجوا روحهم يجيو هاي تفضلوا روحوا جيبوا لنا درهم مرحبا بكم، لي زوتيل يخدموا الناس تخدم يجيبوا لنا الناس بوركوا؟ شوفوا كيفاه يعني العقليات كيفاش، ويقول لك نحبوا نديروا دولة حديثة وحنا والله ما حنا نسفوا التراب وما يا خويا علاه نسف التراب أنايا؟ لا يا روح سف التاجر نتاع التراب. هل المسؤولين يقول لكم كيما هكا يكذبوا عليكم يا شعب؟ خاطرش هما عندهم ولادهم كلهم راهم في فرنسا، بكلهم راهم في فرنسا، ما تسمعولهمش، ما تسمعولهمش يا شعب يا غشي. هما يداويو في فرنسا كما يقول الانسان، وانتم تقعدوا تموتوا هنا في الجزائر،
هما عندهم لي باسبور نتاعهم ما يستناش ما يحبش الفيزا خلاص هو يهز الطياره ينزل وين يحب. والناس عندهم كيف اسمه ناسيوناليتي فرونسيز دوب ناسيوناليتي ويجي يكتبوا عليك انت يقول لك كيما داروا لنا في التخريب كيف كيف حتى في التخريب داروا لنا كيما هكا التخريب والعربيه ولغه القران ومنا معليش حطوا هذا الشعب مسكين الغاشي مسكين وهما ولادهم بعدهم كل لي زيكول فرونسيز لي ميور زيكول نتاع في فرنسا عيدوا تفيقوا انتم ولا واش بكم عيدوا تفيقوا شي ابن عمي صح عليه تخريب علينا وعليكم خلي حتى ولادي يقراو معانا لهنايا كاين فرد ليسي برك ليسي دوما في الجزائر يتقابضوا المسؤولين شكون يحط ولده فيه باش هكا يولي يبعثوا لليونيفرسيتي في فرنسا علاش باسكو على بالهم بلي يروحوا يقراو العلم ويقراو نتاعنا خلي لا ولاد الغاشي ولاد الشعب خليهم يبقاو كما قال لهم هذاك برومي مينيستر سلال الله يدخلوا بالخير قال لهم اذا تحبوا يا جماعه طرهم ولا غير قال لهم اذا تحبوا يا جماعه نافونسي بصحه واذا حبيتوا نبقاو في قول عودوا هنبقاو في قول عودوا وجاو الناس المصدقين اللي عندهم في رسالهم الحجر ماشي كيفاه يهضر على قول عودوا كيفاش يهضر على قول عودوا ماهمش فاهمين اي نون با كومبري اي نون با كومبري واش يحب يقول هو يحب يقول لهم يا جماعه راونا لازمنا نافونسيو لازمنا نروحوا بعيد دوك اليوم راه لا تكنولوجي دوك اليوم راه الكمبيوتر اللي يمشي او ما عادش هذيك الحكايه تاع بكري هذيك الحكايه نتاع يتمسخروا بالشعب يقول لهم هيا تروحوا تجاهدوا في افغانستان هز كمشة نتاع تراب ضرب بها لي شار نتاع 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 الروسي تفلق لي شار هذيك كانوا يحكيوا بها يتمسخروا بها بالناس راحوا ماتوا ناس بطل هكاك ماتوا ناس بطل دونك يا ناس حنا نقولوا لو كان غدوه يهدي ربي المسؤولين نتاعنا ويزيد يهدي ربي الغاشي نتاعنا يفهم بلي راه لازمنا حتى حنا نخدموا حنا ماناش في العالم واحد اخر حنا في عالم كما قال واحد منفتح على الناس كل كما خوينا توانسه كما خوينا مراركه كما خوينا الناس كل ما عندنا حتى مشكل حنا حتى مع واحد يا اخي علاه عندك كاين حاجه اللي كانش واحد يحب يضربنا ولا كانش واحد اللي هذيك حاجه اخرى هذيك ما نقبلوش حنا نتهان بيان سور مي باش تبقى ان كاتيغوري ديما تنعت لي في فرنسا بالصبع ها هما كا هما كا هما ونقطعوا مع فرنسا ونقطعوا يا ولدي انت راك ما لقيتش واش تاكل انت تبلاكي على روحك انت القمح يبعثوا فيك في من هو تقطع نتاع مع فرنسا انت تنجم تقطع مع فرنسا انت كعبه اسبرو والله والله لا عاد تكون عندك في الفرنسيه انك تقطع مع فرنسا انت الدوابات برك غدوه الصباح لو كان يحب بابور بابور ما يجيش والله العظيم غير ما عادش تلقى باكي دوري بران في الفارماسي واش راك تخدم انت باش اليوم انت تقطع العلاقات مع الناس الكل واش راك تخدم روح على الريح على زناد كيما قال له بن زديره وخدم اخويا وجيب القمح وجيب منا وما عادش ساعه نقطعوا العلاقات حتى انا كل شيء يجيك من الخارج وانت تبلاكي ترقد حتى ل 11 كيما قال لك بن زديره وتجي خارج تروح تهز القهوه وتقعد قدام الحيط وتقول صهينه وما نعرف واش هذه راحت هذه سيفيني هذه معاش هذه معاش تاكل هذا الفكير هذا سيفيني على كل حال من بعد ان شاء الله ما نطولش عليكم نخليكم ان شاء الله نسمعوا لا شونسون تاع كيف اسمو نتاع اوريكو ماسياس ولد الجزائر ها خونا ولد الجزائر مع كيف اسمو مع خالد نسمعوه ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله Il nous a rejoints sur scène, ils sont avec moi tous les deux, deux artistes à la carrière et au talent immense. Le premier est né à Constantine, le second à Oran. Vous allez nous reprendre l'Oriental. C'est un des grands tubes d'Enrico. Pourquoi avoir choisi ce titre tous les deux, Khaled? Parce qu'on est des orientaux. Parce que c'est comme un frère pour moi, c'est un petit frère. Moi c'est... J'étais tout petit, moi, chez moi en Algérie, c'est tout. Il m'a fait grandir, il m'a avec sa musique et il y a aussi toute l'Algérie qui t'attend, mon frère. Bientôt, bientôt. Inch'Allah. Vous êtes conscients tous les deux de la porte symbolique du titre que vous reprenez? On est très conscients, très conscients. Comme on est conscients de la beauté de vos yeux. Oh là là, Nico, allez, sans plus attendre. Vous avez vu le Constantinois? Je sais que vous n'avez envie que d'une seule chose, le duo que vous attendez tous, Enrico Macias et Khaled, avec l'Oriental. Oui.
Et l'on m'appelle d'aucun pas, je viens en regard, pas ta la 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 la. Et on m'appelle d'oriental, alors moi je suis sentimental. Et pourtant je n'ai pas de mal. On m'a su donc d'oriental. On critique ma vie. Ah, mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'atteint. Et mon cœur joue à cache-cache. Et on m'appelle l'Oriental. Regarde, patala, ya, ya, ya. Et on m'appelle l'Oriental. Moi, je suis sentimental. Et pourtant je n'ai pas de mal. Oh moi je m'occupe d'un. Même quand je n'ai pas un dollar, en chantant on oublie notre pas. On se surnomme l'Oriental, car nous on est sentimental. Et on m'appelle l'Oriental. Chanson triste ou chanson gay, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'apporte. C'est oriental, ouais, espagnol. Merci, Chicago. Merci.